بقلب فيها بيت فيها بيت. كنت عايزه اطلب منك طلب بس مكسوفه. مكسوفه من امتى وش كسوف؟ هات من الاخر، عاوزه ايه؟ امي يعني كانت بتقول بدل ما احنا عايشين في الشقه الضيقه دي نروح نعيش في الفيلا بتاعت زهره اللي عاملها لها الحاج فرج. وايه العشم اللي جه لامك ده؟ ايه جالها بعد حادثه قطر ولا ايه؟ بتعشم ليه كده؟ بتتعشم يا اخويا بقمره ان امك كمان رايحه تعيش في الفيلا بتاعت زهره. الله، دي امي يعني امها، واحده عايزه تاخد امها معاها، احنا نروح نقعد معاهم بمناسبه ايه؟ انت بتقاطع ليه يا خليل؟ ما تسالهم يا اخويا، مش يمكن يوافقوا. يا بنتي يا بنتي، انتوا بتتكلموا ازاي؟ انت عايزاني اروح للحاج فرج اقول له حاج انا عايز اعيش معاك مع اختي عشان يرفدني من الشغل واروح اقعد على عربيه في شرف الشارع؟ يعني يا ربي هما يعيشوا في الهنا والنعيم ده كله واحنا نفضل مرميين هنا في شقه تعبان؟ شقه تعبان؟ افترى بديعه، بقى شقه زي دي زي الفل، مطرحين وصاله وتقولي شقه تعبان؟ جالك تعبان يلف حوالين رقبه امك وخلصني منها. يا بنتي ابوكي كان كل طموحه انه ياخد حوش في البساتين وتعيشوا فيه. هو ده اللي انت فالح فيه النقوره، لكن عمرك ما دورت على مصلحتنا. طب افرضي بديعه دلوقتي اختي ما كانتش اتجوزت الحاج فرج، كنت هتعملي ايه دلوقتي؟ وهنفرض ليه؟ اهي اتجوزته وبقينا فيها. افضلي انت بقى كده امشي ورا كلام امك وابوكي، ابوكي ماشي قدام كل واحد وانتوا تردوا عليه. يا بنتي اسمعي الكلام عشان ما تندميش. ابويا وامي دول اللي مش عاجبينك، هما اللي عايزين لي الخير والهنا، لكن انت حسبي الله. عموما مش غلطتك، هي غلطتي انا، انا اللي غلطت لما رفضت الراجل اللي اسمه ابو عبد الله. يا ريتك وافقت عليه، كنت انا زماني دلوقتي واخد 50,000 جنيه وما خلصوش، لكن انت خلصت من زمان.